عشر كلمات لو أنك كررتها ليلة عرفة ألف مرة ثم دعوت الله سبحانه وتعالى استجيب لك. يوم عرفة وليلة عرفة، يوم عرفة اليوم يبدأ بالليل، يعني أنت من ليلة عرفة من ليلتها بأذان مغرب ليلتها خلاص بدأ عرفة، فتجتهد بقى. والكلام اللي قال لنا عليه ده سيدنا عبد الله بن مسعود، هو اللي قال لو أنت كررت هذه الكلمات العشر ألف مرة ثم دعوت الله سبحانه وتعالى في ليلة عرفة استجيب لك. طبعا يوم عرفة يوم هو من أفضل الأيام، إن لم يكن هو أفضل الأيام، أيام العام يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أكثر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الناس والعبيد من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأحبابنا ومشاهدينا من النار يا رب العالمين. يوم عرفة صيامه يعدل 730 يوم. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 365 يوم والسنة التي بعده 365 يوم، يبقوا الاثنين قد ايه؟ 730 يوم لو صمت يوم عرفة. ايه كمان؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب قول لنا بقى الدعاء، ولا قول لنا الأذكار دي بقى يا شيخ أحمد؟ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني ذكر هذا عن عبد الله بن مسعود، بيقول ايه؟ من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. تمسك السبحة بقى وتقول العشر كلمات دي إيه هي؟ وحكتبها لكم دلوقتي. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاءه، سبحان الذي في الهواء نعمته، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه. العشر كلمات دي كررها، لو ما قدرتش ألف مرة خليها مية، خليها ميتين، خليها تلتمية، على قد ما تقدر، وبعد كده ادع ربنا سبحانه وتعالى يستجاب لك ما دمت لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، هكذا كما قال ابن مسعود. ربنا يا رب يوفقنا ويجعلنا من الذين يغفر لهم ويقبلون ويستجاب لهم في عرفة. اللهم آمين. شوف قال فيه.